راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات، أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية نهر النيل أن نستضيف السيد عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة للحديث حول الأضرار البيئية التي حلت بالمناطق الواقعة ما بين مدينتي عطبرة وبربر بالولاية جراء عمليات التعدين التقليدي المستخدمة فيها الطواحين. الجدير بذكر أنه تيم علمي ضم ثلاثة جهات هي جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية والجمعية السودانية لحماية البيئة. الجهات الثلاثة دي أجرت البحث قبل عام ونشرت نتائجه قبل أشهر، وترتب على نتائج البحث إيقاف النشاط التعديني بتلك المناطق، لكن النشاط متوقف حتى الآن مما شكل مخاوف مواطني المنطقة. أجرينا لقاءات مع الجهات المعنية حول المشكلة لمعرفة الملابسات، وحنقدم لكم هذه اللقاءات في ثلاثة حلقات منفصلة. في الحلقة الأولى حنعرض فيها نتائج البحث والأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن هذا النشاط في المنطقة، وفي الجزء الثاني حنستمع لرأي المواطنين المتضررين ورد الجهات الحكومية على مخاوفهم ومطالبهم. أما في الجزء الثالث حيكون معنا خبير في مجال البيئة ومشارك في إعداد البحث عشان ما نعرف الأضرار المترتبة مستقبلا والحلول الممكنة. أعزائي المستمعين، زي ما ذكرنا في بداية حلقتنا إنه حيكون معنا الآن عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة من مدينة بربر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن البحث والناس ديل لقشنو في المنطقة. والله نحن اللي جيناه هو الفضل فيه يرجع للمجموعة بتاعت الباحثين من ثلاث جهات اللي هي جامعة النيلين والمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية زائد الجمعية السودانية لحماية البيئة. الثلاث جهات دي مثلث ده مع بعض يعني كونوا فريق بتاع بحث واستغل يعني لفترة من الشهور تقريبا عمل زيارات ميدانية للمنطقة المقصودة اللي هي يعني انتشرت فيها الأزمة دي ما بين عطبرة وبربر، يعني شمال عطبرة وجنوب بربر. فحقيقة يعني وصلوا لنتائج زي ما انت ذكرتها خطيرة جدا يعني مخيفة عديل. فاتعرضت النتائج ويمكن يعني لو دارين يعني نلخص النتائج دي بنلقاها في أنه اول حاجه تحدد انه استخلاص الذهب ذاته في المنطقه عموما بيتم بثلاثه طرق. في الطريقه الاولى اللي هي بتاعت التعدين الاهلي او التقليدي، وده بيستخدم فيه الماده بتاعت الزئبق، وده طبعا بيتم فيه انتاج او استخلاص كمية من الذهب اللي هي حوالي 30-40%. في الطريقة الثانية بتاعت التعدين بواسطة الشركات الكبرى، دي بتقوم تستفيد من الكرتة اللي هي المتبقي بتاع ديك. طبعا الناس التعدين الأهلي بيشتغلوا بالزيبق والتعدين التقليدي ده بالزيبق، وبينتجوا حوالي 30-40%، ولسه بيكون في باقي كمية كبيرة من الذهب جوا. فدي التراب المخلوط ده فيه الذهب ده بيسموه الكرتة، فبيقوموا يجوا يشتروه الناس الشركات الكبرى طبعا عندهم إمكانيات أكبر وبيستخدموا طرق علمية أكتر، وزي ما بيقولوا مثلا بيستخدموا أو بيكون عندهم احتياطات بتاعة السلامة وكده. فديل بيستخدموا السيانيد، هناك ديك بيستخدموا الزئبق، ديل بيستخدموا ناس الشركات الكبرى في الطريقة الثانية دي بيستخدموا السيانيد. ده بيقوم يطلع لهم كميات الجبال ما طلعت حوالي 70% دي
يقوموا يستخلصوها. دي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هي أشبه بالطريقة الأولى برضو بيشتغلوا فيها الأهالي بطريقة تقليدية وبطريقة مبتكرة منهم، يعني بالمناسبة فيها ابتكارات لكن فيها أضرار كمان. الطريقة الثالثة دي بتعتمد على شغل عملوه بتاع خلاطات صنعوها تصنيع محلي في الورش بتاعة الحدادة، بتشتغل بالكهرباء العادية يعني حتى ولا كهرباء كبيرة، يعني ممكن البلك العادي بتاع البيت ممكن توصل فيه وتشتغل بموتور صغير، اسطوانات كبيرة مصنعة من الصايد بتاع الحديد. الاسطوانات دي بيشغلوها بيقوموا بيشتروا برضو نفس الطريقة الكرتة من المواقع بتاعتها، بيجيبوها وبيقوموا يستخلصوا فيها بيشتغلوا فيها، لأنه برضو بيستخدموا فيها حاجة تانية، مادة تانية اسمها سيورية زي مواد كيميائية أخرى، وهنا بتجي الخطورة. يعني هي قبيل أصلا الكرتة دي فيها نسبة من الزئبق، وتجي عليها إضافة تانية مواد كيميائية زي السيورية دي يضيفوها لها ويعملوا معالجاتهم دي بالخلاطات دي اللي هي دي المنتشرة على المناطق السكنية والمزارع الغرة على النيل وكده. يعني دي هي الأسئلة هي عاملة إشكالات، لأنه أصلا التعدين الأهل الجبيل الخطوة الأولى والخطوة الثانية بتاعت الشركات الكبرى دي عندها مواقع البعيدة من السكن اللي هي في الأسواق بتاعت الطواحين البعيدة في وشحر سوقين طبعا في العبيدية وفي أبو حمد، لكن دي منتشرة وسط الأحياء. طبعا ديل بيجيبوها على أساس أنه الموية متوفرة الكهرباء متوفرة وبيكون ما في طبعا رغابة شديدة زي هناك تحصيل من المحلية ما عارف شنو شغل يعني كيري، لكن طبعا بتحصلوا فيه على كميات من الذهب وعلى عائد كبير جدا من المال يعني. لكن أصبح فيه خطورة على المواطنين على السكان على الأرض الموجود عليها وعلى النبات وعلى الحيوان وعلى الطيور وعلى كل شيء. من هنا جاءت الأزمة. المسألة دي اللي بدأت تنتشر في 2019 الطريقة بتاعت الخلاطات المنتشرة حول المناطق السكنية والمزارع دي، لكن رغم المسافة الصغيرة 3 سنين دي الفريق الجدة بتاع الباحثين يعني عمل مسح ميداني وأخذ عينات من التربة ومن الثمار الموجودة من البلح مثلا والليمون والحاجات زي دي، وأخذ عينات من اللبن بتاع البهائم الشعر بتاع البهائم ومن البول بتاع المواطنين وعينات من الدم، يعني أخذوا عينات زي دي ومشوا عملوا لها تحاليل في المعمل المركزي بتاع جامعة الخرطوم، وطلعت نتائج يعني نتائج ما حاجة سهلة، نتائج خطيرة جدا. بعد التحليل الكيميائي اللي عملوه ده اللي هو كان الغرض منه تقييم الوضع البيئي في المنطقة، فاتلقى انه الكمية الملوثة من الكرتة اول حاجة كميتها هي ذاتها حوالي 700 كوم، يعني حتى استخدموا الأقمار الصناعية في الرصد، يعني لأنه ممكن في حتات ما قدروا يغطوها لكن استخدموا الأقمار الصناعية في التصوير وفي الحاجات دي، فلقوا إنه الكميات دي حوالي 700 كوم في المنطقة دي بس، يعني ما بين عطبرة لبربر. 700 كوم دي يعني فيها حوالي 450 طن من التراب اللي هي فيها كرتة، والخلاطات المنتشرة دي حوالي 7000 خلاط، وده ربما يكون فيه الحصر يمكن يكون ما دقيق 100% يعني، لأنه في ناس يمكن يكونوا أخفوا بعض الحاجات في المزارع وكده. 700 كوم دي بتعادل 450 ألف طن. الكمية بتاعت الزئبق الداخلة بعد التحاليل كمية بتساوي 1 طن زئبق بوينت 91، ويتلقى إنه أكتر من 75% من الأكوام بتاعت الكرتة دي بتقع على بعد أقل من 50 متر من المنازل، يعني عشان كده الخطورة. يعني في مجاري طبيعية بتنزل بها السيول من الخريف، طبعا لما نيجي المجاري الطبيعية بتيجي نازلة بتنزل السيول بتاعت الأمطار وتنزل على النيل دي بتمر ببعض المواقع دي يعني، ودي هنا بيجي الخطورة بتاعت تلوث النيل. ولقوا فيها يعني من النتائج اللي هو نتيجة للمسألة بتاعت التلوث بتاع النيل دي، يعني الأسماك ذاتها بتكون ملوثة طبعا، فظهرت في النتائج إنه الأمهات الحوامل ظهر فيها تسمم للأجنة وحديثين الولادة، يعني دي اللي هي من المخاطر بتاعت الزئبق. من المخاطر برضو إنه الميثيل بتاع الزئبق
لما يتحد مع الهيموغلوبين الموجود في كرويات الدم الحمراء ويتراكم في الجهاز العصبي المركزي، ده بيؤدي لإشكالات في الجهاز العصبي المركزي طبعا، برضو بيسبب اضطرابات في الخلايا العصبية، فإشكالات يعني كبيرة جدا وضخمة، بالإضافة لأنه يعني لو تم استنشاق بمفاجئ كده مثلا للبخار بتاع الزئبق بكمية بتركيز عالي، ده ممكن تكتم نفس طوال يعني تحصل لك اختناق وتموت يعني. لو ما كان مباشر ولا بتركيز عالي بيأثر، بيعمل فشل كلوي، بيعمل حساسيات، بيعمل إشكالات في الكبد، يعني قصص يعني مخيفة جدا يعني. نعم. فكتر خيرهم الفريق ده يعني ما قصروا وجابوا النتائج دي ونشروها وساهموا فيها في أنه يوصلوها يعملوا توعية، لكن نحن لسه برضو كمتابعين نعتبر أنه التوعية لسه بعيدة وقليلة. وصحيح النشاط وقف في المنطقة، بعدين في منطقتين بالدراسة حقتهم دي، في غريتين، غرية سيما السلمة وغرية سيما النبوية، الغريتين ديل لقوا فيهم أعلى تركيز بتاع زئبق، الغريتين ديل فيهم أكثر كميات بتاع أكوام من الكرتة، وبعض المناطق الثانية أخف، لكن طبعا بطول المسافة يعني بالتراكم بتاع الزمن ممكن تحصل نفس الكمية النسب دي. قبل فترة كان حكومة الولاية أصدرت قرارات وشنت عليهم هجوم شديد جدا جدا وغرامات وعقوبات وكده، فالمسألة نشاط وقف يعني، ما نحن ما متأكدين أنه وقف تماما يعني، لكن ما بالصورة القديمة. الخطورة وين؟ الخطورة أنه بدوا ينقلوا نشاطهم ده لمناطق أو مواقع أخرى، للغرة المنتشرة على نهر عطبرة، فيبقى دي مشكلة جديدة يعني، الإشكالية والأزمة اتنقلت لموقع تاني، وده نحن أنا رأيته شخصيا بعتبر أنه ده لضحف العقوبات، فالعقوبات ذاتها ما رادعة. شكرا لك الناشط عبد العظيم البدوي الناشط في مجال حماية البيئة على المشاركة في راديو دبنجة، والشكر أيضا للسادة المستمعين، ونقول لكم تابعوا الجزء الثاني من الحلقة واللي حنستمع فيه لرأي المواطن والجهات المعنية سواء السلطات المحلية أو الشركة السودانية للموارد المعدنية في الخرطوم.